شركة الطليعة للخدمات الإعلامية تقدم. يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية. السلام على سيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء. السلام عليكم مشاهدينا ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة ومهمة بضيوفها من برنامج المجلس الحسيني. أهلا بكم في هذه الجلسة المحفوفة بالصلوات، نتشارك العزاء ونتبادل كلمات الثناء في حضرة ذكرى سيد الشهداء. ضيفنا الأول اليوم جاءنا من بلد تعلم من مدرسة أبي الأحرار أن يكون حسينيا فينتصر، لكنه غريب حين طارده الزمن فقال الحسين هو الوطن، وحين فاق جنونه جنون عابس صار اسمه ورسمه وبلسمه حسين، فقال حسين دربي وغايتي وجداني، وبالأحرى لحسين الفخر إنسان سواني، ويا محرم أنت مني وأنا منك، دايما أدعى الله لا يحرمني منك. هو منا من البحرين الحبيبة، جاءنا أهلا لا ضيفا، إنه خادم الإمام الحسين روحي له الفداء، الأخ الحبيب العزيز القريب إن شاء الله، الملا حسين فيصل. حياك الله يا ملا حسين، وعظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء. أجرنا وأجركم حبيبي نعزي صاحب الزمان أولا، ونعزي الأمة الإسلامية قاطبة بذكرى استشهاد أبا عبد الله الحسين، وهذه الأيام الحزينة الله يعودها علينا وعليكم إن شاء الله في حال أفضل من هذا الحال يا رب. آمين. أحسنت، الله يخليك حبيبي. بارك الله فيك. مثل ما سبق وقلت، أهلا وليس ضيفا، وأنا فعلا هذا إحساس وليس لقطة لسان ولا مجاملة. بالتأكيد هذا بلدك أهلي إن شاء بلدي الله. ثاني شرف لنا، شرف لنا أكيد، كحنا عيوننا بشوفتك اليوم يا ملا. نسأل الله التوفيق لك بحق حبيبي محمد وآل محمد. وأرحب بضيف قدير آخر، فارس الحروف والكلمات، الشاعر الذي صور لنا مشهد حامل الراية عند العطش في كربلاء، فكتب عباس يا أول عطش ما يلتفت على الماي، يا ذلة الماي النبذ تجروفك. هو الشاعر الحبيب الموفق ميثم فالح. حياك الله يا أستاذ وعظم الله لك الأجر. حياك الله أستاذ أثير، عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل. بدءا دعني أحيي قناتكم الموقرة وكادرها، ذلك الكادر الدؤوب المواظب اللي ارتقى بتلك الفضائية إلى مرتقى الطموح، ولا أستثني شخصك الكريم طبعا الله يبارك قناة الطليعة الفضائية، وأيضا ما أنسى الترحيب خادم الحسين الملا حسين الفيصل، حللت أهلا ونزلت سهلا بين أهلك وأخوتك وشرفتنا ونورتنا، شكرا جزيلا للدعوة وللشرف بتلبيته. الله يبارك بك أستاذ الغالي. أحبتي المشاهدين، بعد ما رحبنا بضيوفنا الأكارم راح نروح لفاصل قصير، ومن بعدها متواصلين وياكم، خليكم وياكم. يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية. أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، وراح نخوض في تفاصيل مجلس اليوم وهذه الجلسة المثمرة الحسينية المباركة بحضور يعني عمالقة القضية الحسينية إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله يا ربي يوفقكم لكل خير في خدمة الإمام الحسين. مبدئيا راح نبتدي مع ملا حسين. ملا حسين، حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني، خصوصا إن لك جمهور كبير وواسع وعريق في بلد العراق، كيف وجدت استقبال العراقيين لك؟ والله مثل ما قلنا تكلمنا سابقا، نعم، هذا الكلام يعني راح نقول إن شاء الله على طول، أهل العراق أهلنا. الله يحفظك. وأنا للأمانة إذا أنزل العراق ما أحس أني رايح بلد، يعني روحية أنك مسافر لبلد ثاني هذه للأسف غير موجودة بالعراق، يعني أنزل العراق كأني نازل بمنطقة ثانية من بلدي. الله يحفظك. وبالنسبة لاستقبال الأخوة والأحباب والأهل بالعراق، فهو استقبال يعني
يمثل شيمة أهل العراق وطيبتهم وكرمهم. تستحق. وهذا شيء مو جديد على أهل العراق. الله يحفظ. يعني أهل نخوة وحاملين لواء أبا عبد الله في أيامنا هذه. يعني رفعت رأس أهل العراق حاليا، رفعت رأس للشيعة في كل أنحاء العالم. الله يبارك. وأنا لي كل الشرف أني أكون متواجد ما بينكم ونخدمكم إن شاء الله في مجالس أبا عبد الله، وأي شيء إن شاء الله، أي شيء يخص القضية الحسينية موفق إن شاء الله لكل خير. طبعا قبل التوغل في أي حديث، ما هو شعورك وأنت في أرض الإمام الحسين روحي له الفداء، وخصوصا نحن نمر في أيام عاشوراء؟ طبعا هاي ثاني مرة تقريبا أنا أكون متواجد بالعراق في محرم، أو بالأحرى مو في محرم، خلينا نحكي بالعشرات الأولى والثانية. نعم. كان لي حضور بالليالي السجادية في كربلاء المقدسة والنجف، أحياء مجالس، وهالمرة يعني ثاني مرة تقدر تقول في عشرة، وأول مرة كمجلس في أثناء العشرة. طبعا نحن تعودنا في البحرين، يعني البحرين هم تاريخها عريق في الخدمة الحسينية وفي مواكب العزاء واللطام، تاريخ جدا قديم. تأكيد. لديكم عمالقة وإرث. طبعاً كبير. إرث مثل ما قلت إرث، فمن الصعب أنك أنت يعني تطلع برا البحرين. صح. وهذه لذلك هاي أول مرة أنا أطلع. أحب بيك وناسك بالعراق. إيه، بغض النظر عن الأجواء، هي الأجواء اللي ربينا عليها وكبرنا عليها. نعم. يعني هذه أو تقدر تقول هذا أول محرم، عشرة أولى من محرم أنا برا البحرين في حياتي كلها. زين، أنت حتى السادة المشاهدين وجمهورك المبارك يعني يعرفون بأنه أنت مجلسك لهذا العام إن شاء الله وين راح يكون؟ المجلس إن شاء الله راح يكون إقبال وحضور إن شاء الله. إن شاء الله يكون موفق، أولا ببركات سيدتي فاطمة سلام الله عليها، وبعدين بالأخوة المعزين اللي راح يكونوا متواجدين. طبعا الموقع الحسينية راح يكون في منطقة المعالف بغداد، وراح طبعا يبث المجلس اعتقد بث مباشر على قناه الطليعه ايضا، وربما قنوات اخرى بعد. فان شاء الله نكون خدام لكم ونتوفق ان شاء الله. ربي يوفقك. اتمنى التوفيق لجميع الخدام. احنا نستثمر هذا المجلس، يعني مثل ما تعرف هو برنامجنا اسمه المجلس الحسيني، نريد نستثمر هذه الجلسه الحسينيه المباركه بهذه الاصوات الشجيه المعبره. يا ريت لو تسمعنا شيء من اختيارك انت ان شاء الله. حبيبي، طبعا والله يعني بالعشرة الاولى الواحد يحتار عاده. نعم. واكيد استاذنا يعني ضليع بهالامور، بالعشرة الاولى هواي امور تجي على بالك. نعم. هواي غصات تريد تحكي عنها. تأكيد. تحتار من وين تبلش. زاخرة العشرة الاولى تكون زاخرة كثيفة. نعم. تعرف الكثرة اوقات تسبب لك حيرة. صح. فإحنا تبركاً لهاي الجلسة، راح نختار شخصية ربما لم تكن حاضرة في الطف، ولكن روحها كانت موجودة، سيدتي ومولاتي أم البنين سلام الله عليها. يعني أكو فت قصيدة جديدة كاتبها الأستاذ الأخ تحسين الخفاجي، تحياتنا إليه الله يذكره بالخير. حاضرتني القصيدة، أشوف الكلمات شو تقول. يا قلب وين الحبايب عني ماشين، ليش مني مر ذكرهم تدمع العين. سافرة وعني وجفوني، ذبلي جفوني سغار، والله تخنقني عبورتي من أقلب الصور، المام فارق غالى نصحى لا يسولف عالسفار، عيوني مشبوحة لدروبهم وانتظر منهم خبر. الله. أصرخي وبس الصدى ترجع الحياطين، ليش مني مر ذكرهم تدمع العين، وليش مني مر ذكرهم تدمع العين. مأجورين حبيبي. يا سلام. أحسنت. موفق إن شاء الله. قصيدة لا تخلو من الإبداع.
حبيبي بركة دعاكم. الشعري والإبداع يعني في طريقة صياغة اللحن، موفق إن شاء الله لكل خير. بركة دعاكم حبيبي، الله يوفقكم إن شاء الله. نروح للشاعر الحبيب الأستاذ ميثم فالح، حياك الله يا ميثم فالح مرة أخرى، يحفظكم يا رب. قولوا فينا ما شئتم، طبعا عن أهل البيت سلام الله عليهم، قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. السؤال وين؟ ما هو أكثر مشهد في مدرسة الطف ترك أثر كبير في ذهن الشاعر ميثم فالح ولا يجد القدرة على كتابة هذا المشهد؟ بداية ثورة الإمام الحسين هي مدرسة، الله يعني. قصة تكلمت عن كل شيء وكأنما ترجمت القرآن. نعم، القرآن ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكذلك ثورة الإمام الحسين لأنها ثورة القرآن. نعم. تكلمت عن الإنسانية والسياسة والمبدأ والقيادة والكفاءة والتضحية وكذلك الأخوة، كل مجالات الحياة. لذلك في جلسة مع أحد كبار عرابي السياسة بالعالم أقدر أقول العربي، قال أنا بيني وبين نفسي قلت الإمام الحسين عليه السلام كان يقصد يطلع ابنه اللي ما جاوز الستة أشهر للجيش، يعني شنو كانت فكرته؟ منظر مريب. يعني يقول ما لقيت إنه إلا أنه إسقاط سياسي للطرف الآخر على مر التاريخ. صح. ولا طفل بهذا العمر يطلع لمعركة ويعرض للخطر، هاي بها شيء من الدراسة لازم ندرسه. يقول فوجدتها إسقاط سياسي لبني أمية، ولا زال على مر التاريخ ما يقدرون يحذفون هذا الموضوع. صحيح. وبالتأكيد هو حتى جعل جيش العدو شقين، ناس يقولون اسقوا ناس يقولون هذا هو الإسقاط السياسي. نعم. ليس إسقاط عسكري فقط ولا إسقاط اجتماعي، وإنما ما هذه ترك القيادة الفذة. بالضبط، ما ترك لهم فرد منفذ يقدرون ينفذون من خلاله تاريخيا. نعم. على أنهم كانوا على حق، ولا سامح الله الطرف الآخر ليس كذلك. اللي أريد أقوله جوابا على سؤالك، أنا لا أطول بالكلام، موضوعة الطف بصورة عامة ما ممكن الوصول إليها، لكنه إحنا شلون نحاول ولو بقدر المستطاع أنه نوفي ولو شيء بسيط من الواجب الملقى على عاتقنا كشعراء. اليوم الشاعر من الله سبحانه وتعالى هذه نعمة أنعم عليه، نعم مثل ما قلت أنعم عليه بهذه الموهبة، ما فضل على بقية المخلوقات، لا لا، وإنما حمله مسؤولية. اليوم الشاعر صاحب رسالة، والرسالة مسؤولية مثل ما معروف للجميع. تأكيد. فهاي الرسالة أنه غيرك قد يحمل رسالة أخرى أنت ما تحملها. فلذلك أنا كنصيحة لإخواني للبعض أنه لا يتكبر أنه الله سبحانه وتعالى رزقه بهذه الموهبة، لا، خلي أنه يكون على قدر المسؤولية اللي الله سبحانه وتعالى ألقاها على عاتقه. وكذلك الشاعر هو محامي، والقضايا تختلف، قضية فلانية والقضية الفلانية والقضية الفلانية، كذلك الشاعر قضايا تختلف من حيث الموضوعية. نعم. لكن يبقى الموضوع الأهم والأسمى لكبر القضية هو الموضوع الحسيني سلام الله. ولكل حادث حديث، واليوم الشاعر من يكتب القضية الحسينية هو وفاء منه لهذه التضحية الكبيرة من هذه الشخصيات الكبيرة. لذلك اليوم من نشوف الجموع المليونية تهاجر أو تتوجه باتجاه كربلاء، يمر بذهنك كإنسان أنهم دول وين رايحين؟ صح. يعني رايحين مثلا يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى، لا لا، هو الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان. أكيد. في كل مكان تقدر تدعي، ويعطي لمن يسأله ولمن لم يسأله تحننا منه ورحمة. نعم. إذن دول رايحين ومعرضين أرواحهم للمخاطر وتاركين عوائلهم، شكوا وين رايحين؟ لكن اكو اهل البيت حبل الله الممدود ما بين السماء والارض. بالضبط. يعني الهدف اكو وسيله نتقرب بها للرب العالمين، مو فقط هذا. لا لا، نعم انت ما تقوله صحيح، لكن اكو موضوع اكبر من هذا الشيء. نعم. الله اقرب لي من حبل الوريد. صح. عرفت شلون؟ نعم، الحسين وال البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، وقبلهم رسول الله رسولي العظيم عليه افضل الصلاه والسلام وعلى ال بيته، هم وسيلتنا على الله. لكن هذا المسيرة المليونية دون الجميع، لماذا هذا الشخص بالذات دون بقية أهل البيت؟ فتلقى المسألة أنه رد جميل، أنه أنت عرضت عليك الدنيا بأكملها ورفضتها على مودنا، على مود الفقرة،
من قالوا لك اخذ وعوفهم ما لك علاقة بهم ذول. فقلت لا ذول ربعي ما عوفهم، فأنت ما عفتنا وقدمت لنا كل اللي تقدر عليه، فأحنا يا أبو عبد الله ما عدنا غير أرواحنا نقدم لك إياها، نقول لك ممنونين منك جايين ونشكرك على اللي سويت لنا إياه، والله لو عدنا غير أرواحنا شاطيناك إياه، بس ما عدنا غير. احنا نريد ان تترجم لنا هذه الكلمات المعبر، طبعا هو انت كلامك هو درر وشعر، فاريد تترجم لنا هذا الحوار بقصيده من اختيارك لسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين. شرف كبير لي. حوار بين ايدين اثنين بين اليمنى واليسرى، حوار بين ايدين اثنين، ايدين اثنين بين اليمنى واليسرى. اليمنى تقول انا الزود وانا الحسم والتكبير والطبره، انا الاكره كشور السيف، انا من قراب ولد قشر، الله انا الجوايه اشوف ارواح قبل ما تنتهب تطلع، عفوا وانا الجواية اشوف الروس قبل ما تنوصل تقلع. سلام الله عليك. علم ربينا على القبضة، انا سم العدا ومرضى، ارد مرتي ما ارضى، الله انا الطبرة وانا السطرة، الله اللي تشهد حروب هواي، علم علمنا على الطبرة، علي انفصلنا على القبضة، انا سم العدا ومرضى، ارد مرتي ما ارضى، أنا الطبرة وأنا السطرة اللي تشهد حروب هواي، اسأل القنطرة والماي، اسأل حيدر الكرار سوت يمنة العباس يوم الكضة العبرة، الله أنا مو وحدة أنا هواي، أنا الغضب وأنا الراي، أنا يمنة السقاي، أنا الخيمة تختفياي، الله أنا اللي تبكي لعين الكون وأنا الضحكة للفقرة، صح انقطع بس ما موت، اخضر شجره مال جفوف، الله خاطر بلكه تتلحق ولجروح الحسين تروف، ولو ما اعتقد تقدر تروف جروحه بالشجره سكتت نطقت اليسرى، انا اليسرى انا الخطره، انا عيون السما الحمراء، انا مغطيه الشمس مرات مو مره، منرفع راية العباس أشوف العسكر بحفرة، الله أبين من بعد طفين، الله أمر عريج ما أدري شلون الله بس مرة، الله وأنا صغيرة أعرف الماي عد بخنقته خبرة، منوكر فوق صدر الماي أنشف روجل بصدرة، أترس روجة من الخوف ما خلي ولا قطرة، خضرة راية العباس بس وقت الملاقة اختار واخنكها أقلب رايته صفرة، الله اسألوا راية العباس تلقى من العصر كسرة، خضرة خضرة راية خضرة راية العباس بس وقت الملاقة اختاض واخنكها أقلب رايته صفرة، دور راية العباس تلقى من العصر كسرة، هم انقطع بس ما موت أطق بالطفل في شجرة، الله ختاما للحوارية، التغسلنا دموع حسين ويشفلنا جفن زينب وتقدمنا الإله الكون، الله باكر بيتها الزهرة، الله احنا اليمنى الله واليسرى، احسنت بيض الله وجهك، احسنت موفق، الله يحفظكم، احسنت قصيدة جميلة طبعا، يعني ما اعرف شو اقول عنها، يعني قصيدة معبرة بكل ما اوتيت الكلمة من معاني، احسنت موفق ان شاء الله لكل خير، طبعا مو جديد على الشاعر الاستاذ ميثم صالح كتابه هكذا قصائد، احسنت. احبت المشاهدين بهذه الابيات العطره التي كانت تمدح كفوف سيدي ومولاي ابي الفضل العباس اليمنى واليسرى، راح نروح لفاصل قصير من بعدها متواصلين وياكم، خليكم ويانا. يا محلى الوداع وعلوم المنية، رجع
رجعنا لكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، وبعد ما كنا نسمع هذه القصيدة الجميلة للشاعر الطيب ميثم فالح، راح نروح لملا حسين من البحرين. حياك الله يا ملا حسين. حياك وحياك حبيبي، الله يحفظكم إن شاء الله. يقال إن خدمة الإمام الحسين رزق واشتباء سماوي، وكبير حظ وسعادة من نال هذه الدرجة. كيف بدأت مشوارك في قضية الإمام الحسين؟ سلام الله على محمد. طبعا فعلا هي رزق، نعم، محظوظ فعلا اللي ينال هذا الرزق. يمكن استاذنا اكيد مرت عليك اوقات بتصير بعض الشغلات، فد انسان يريد يخدم الامام الحسين بالكيفيه اللي يقدر بيها، نعم، هم رادود، يمكن يكون شاعر، يمكن يكون يصب شاي، واوقات يحتاج عون، يحتاج عون، نعم، حتى اللي يصب الشاي بالحسينيه، نعم، يحتاج عون، يقول له واحد مثلا جيب لي السكر، صح، يجيك واحد يقول لك والله ما اقدر، هذا الرزق، ما اقدر. انا هذه المواقف اذا اشوفها اعرف انه فعلا رزق، لان اللي يجي رزق من الإمام الحسين ويعوفه هذا إنسان مو موفق، نعم، للأسف غير موفق. ففعلا خدمة الإمام الحسين رزق ومحظوظ وموفق اللي ممكن يخدم الإمام الحسين مهما كان توجهه، مهما كان الخلفية الحياتية والاجتماعية عنده. خدمة الإمام الحسين رزق، ورزق جدا جدا عظيم، وهنيالا اللي يقدر يخدم الإمام الحسين بما استطاع. أحسن. أما من ناحية الخدمة، وإن شاء الله أهم شيء نكون مقبولين بغض النظر يمتى بلشنا ويمتى الله راح يقبض أمانته. عمرك طويل إن شاء الله. والله البداية كانت في قرية بني جمرة. نعم. في عزاء بني جمرة الموحد. بني جمرة هي قرية في البحرين، وتجتمع المآتم كلها الرئيسية بعزاء، نعم، موحد واحد يعني يكون فقط. يكون عزاء رسمي. رسمي. حكم عشان لا يكون تشتت بالحسينيات. وفئات صغيرة، فيجتمعون كل المواكب بموكب واحد يسمونه الموكب الموحد. بدايتي كانت في هناك. طبعا السنة ما حاضرتني والله، بس يعني أتوقع بداية الألفينات. بداية الألفينات بالضبط، السنة والله مو حاضرتني. زين، من اللي اكتشف هذه الموهبة بهذا الصوت؟ والله هو هاي الموهبة بلشت تزامنا مع شغلي أنا. نعم. طبعا البعض يعرف ان انا اشتغل هندسه صوت وتوزيع صوتي. اي نعم. ف يعني هذا الابداع اللي نشوفه بالاستوديوهات هذا مو عن فراغ، هذا عن دراسه. طبعا هذا كله شغلي. ها ما شاء الله. هذا هو طبعا كله طبعا شغلي. هذه المعلومات يعني جزء انا من نفس الوسط، من نفس الوسط اللي يصف في خدمه الامام الحسين ما اعرف بهذه المعلومات، فكيف الجمهور حقك ما تعرف، لان انا عاده ما اذكر هالشيء. نعم. يعني اكتب اسم الاستوديو، اكتفي باسم الاستوديو فقط. يعني هذه الاعمال كلها اللي جاي تصدر هذه من، نعم، من انتاجك ومن كلها. نعم. من شغلك انت. نعم. فاني ما اكتب لانه بعد شوي مو حلوه يعني. هم رادود وهم مهندس شوي يمكن بعض الجماعه ما يتقبلونها، وفعلا هي ممكن تكون نوعا ما بهرجه اعلاميه وما لها داعي. فنكتفي بطرح اسم الاستوديو فقط، ما اكتب. بس هي يعني كشغل بلشت بي، ساعدني هواي تعامل مع رواديد كبار في الشغل في، نعم، في الاستوديو بتحضيرات. يعني من البحرين. من البحرين ومن غير البحرين، من العراق. نعم. مغتربين عراقيين من استراليا، مغتربين من امريكا، من السويد، من كندا. نعم. من لبنان. فكل الاقطار الشيعية يعني. خدام الامام الحسين. كل خدام الحسين من كل الاقطار بالعالم اشتغلت وياهم. فهذا الشغل خليك تكتسب هم اشتغلت مع شعراء، هم اشتغلت مع رواديد. هذه الشغلات تخليك تكتسب بعض المهارات، شوي من عند هذا الشاعر، شوي من عند هذا الرادود. واثناء شغلك، القيام بشغلك، انت تضطر بعض الاوقات لشنو؟ انك انت توجه، صح. فهذه التوجيهات، هذه التحسينات اللي ممكن تطرأ اثناء الشغل ساعدتني هواي في تكوين هذه الشخصيه اللي اليوم انت قاعد تشوفها في الاداء. ف يعني اتوقع هي البدايه كانت متزامنه، شغلي مع الرواديد والشعراء. نعم. نفس الوقت هي اكتساب، كان طول هالفتره كانت اكتساب. زين. يعني الفضل يعود في البدايه والنهايه لله عز وجل وفاطمه الزهراء سلام الله عليها. وما
ما 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 استذكر ان في يعني شخص معين من ماكو العائلة لا للامانه ماكو يعني ماكو يعني اتمنى انا كنت اعطي هاي الكريدت لفد شخص بس ماكو يعني للامانه ماكو هي شغله يعني انا حسيت ان انا مثل يعني نقدر نقول اليوم نقدر نقول اليوم ام الحسين هو اللي اكتشف نفسه وعمل نفسي على اكتشف نفسي من ناحيه القدره الصوتيه بس التوجه شلون وجهته طبعا انت هني عندك الاختيار عندك هواي شوارع تقدر تروحها وين تاخذ هذه القدره تخدم فيها شنو فالحمد لله توفيق رب العالمين وفق ان شاء الله خدمنا الحسين بيها مداخله بسيطه كل اخر العمر على هاي المنوال الله يوفقكم زين يعني هل خدمه الامام الحسين هي فطره وكرامه ام هي نشاه وتعلم ام الاثنين معا يعني اليوم خادم الامام الحسين لما يعني جزء عنده صوت بس ما يعرف وين يستخدم صوته صحيح زين يعني هي نشأة ولو كرامة من الإمام الحسين لو اثنينهم يجتمعون حتى يصير خادم للإمام الحسين مرموق من ناحية الكرامة مفروغ منها أمانة من ناحية الكرامة والرزق هذا شيء مفروغ منه من لدن الله عز وجل إذا الله كاتب لك توفيق انك تخدم الامام الحسين هذا هاي بحد ذاتها كرامه ورزق هذا الشيء احسنت اما ناحيه النشاه او انك انت تكتسبها عقب هذه انا ما اقدر اقول لا اما هيك تصير او هيك تصير لازم يكون فيها توازن يعني البيئه اللي تنشا بها انت هواي مهمه شخص ينشا في بيت انزين يذكر فيه اسم الله واسم الحسين من هو في بطن امه طبعا فشيء مهم انك انت تترعرع في كنف الامام الحسين في ذكر الامام الحسين هذا شيء جدا مهم بس هم ما هو حكر انا ما اجي احكر هذا الشيء ليش لان اكو في ناس مغتربين على سبيل المثال لا. يمكن الظروف الحياتيه والاجتماعيه ما تسمح لهم ان تتوفر لهم البيئه اللي انا وانت عشنا بيها صح مو الكل عنده هاي البيئه ناس عايشين باوروبا يعني هو باوروبا عنده الامام الحسين أيام الإمام الحسين هي مواسم الحسين محرم وصفر صح باقي السنة ما يقدر المناسبات اللي إحنا نحييها يؤثر على ما نقدر البيئة اللي هو عايش فيها إيه بس هذا هم مو مقطوع نصيب لا بالعكس أكو إلى مجال يقدر إن إذا ثابر واظب على إن يخدم الإمام الحسين يقدر يوصل رسالته بغض النظر عن نشأته يعني يمكن إحنا نشأنا كانت أسهل لأن نشأنا بكنف أمنا وأبونا وحب الإمام الحسين يحلفون بالعباس فرق إذا تروح لواحد يعني يدوب تسمع اسم رب العالمين عز وجل صحيح. فأنا ما أحكرها علينا إحنا اللي عشنا بهاي أتمنى حتى المغتربين لا يأخذون هذا الموضوع موضوع أن اللي نشأوا في كربلاء أو العراق أو لبنان أن هم فقط بإيدهم أن مثلا يخدمون ويطلعون لا حتى اللي برا كندا والسويد لهم عندهم مجال احسنت يعني مو مقتصره فقط على النشأة هي حب الامام الحسين اذا الله رازقك هذا التوفيق استغله بوين ما كنت زين يا ام الحسين طبعا احنا كنا نعرف بانه بلد البحرين هو عريق في خدمه الامام الحسين ويعني منذ امد طويل صحيح يعني مل عطية الجمري وما شابه وما شاكل من هذه الاسماء الكبيره صحيح. المعالم خلينا نسميها التي سبقت في خدمة الإمام الحسين رحمه الله بمن تأثر مولى حسين فيصل من رواد المنبر يعني وإن يكن من العراق من البحرين من كل يعني أنحاء العالم من كل خدام الإمام الحسين ويا ريت بعد ما نسمع الإجابة المختصرة إن شاء الله نسمع من التراث البحريني العراقي على 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 راحتك طبعا مثل ما تفضلت يا حبيبي مولى إن نعم التراث البحريني قديم وربما يعني الأريحية اللي سمحت في التراث البحريني لفترة طويلة من الزمن يتقدم على باقي الدول لا سيما العراق العراق عريقة بالتراث الحسيني بس هم ظروف العراق اللي مرت بها حتمت عليها أن يعني مثل ما تنغلق على نفسها تصير فجوات يعني طبعا هذه الفجوات سمحت للتراث البحراني اللي هو أساسا عبارة عن فعلا شخصية بحرانية بس إلها تداخل كبير بالعراق في المنامة عندك يمكن مأتم أو مأتمين فقط اللي لحد الآن محافظين على التراث الأصيل يعني نمطهم تشوفه تقول قديم لحد هسه أما البقية لا طلعت مدارس جديدة طلعت أطوار محدثة هواي
أخذت الساحة. أنت مع من مل؟ أنا مع التراث طبيعي. سبب؟ السبب طبعا أنا ما أريد أحكي بيه بموضوع عقائدي ولا شيء، بس روحانيا روحانيا أنا أشوف الإمام الحسين روحانيا أكثر بالعزاء القديم كروحية، وهذا الشيء ينطبق على العزاء العراقي. العراق لحد الآن مع تحدث الأمور والأطوار ما زال الطور العراقي صامد وفي المقدمة. أشوف لونك حديث. إيه شلون؟ أشوف لونك اليوم مرصة. حلو لا حلو المداخلات. إحنا هو هذا جلسة حوارية إحنا حتى الكل يشارك بالحديث. لونك اللي أنا من متابعينكم وجمهورك حقيقة ولي الشرف أنكم الجمهور. حبيبي لونك حديث مو من التراث. صحيح. شلون هاي صارت؟ حديث بالاستوديو. ليش؟ لأن بالاستوديو أنت قاعد توصل رسالة لفئات كثيرة. نعم. أعمار. تحاول ترضي متفاوتة. كل الفئات. فأنت لازم يعني تاخذ بالذات إذا صارت عندك قاعدة جماهيرية كبيرة، أنت لازم توصل رسالتك صحيح. المضمون واحد. مضمون الأعمال كلها واحد في النهاية، نريد نوصل مضمون واحد نصرة للإمام الحسين سلام الله عليه والقضية الحسينية. إضافة إلى الألوان يعني الألوان لازم كل شخص يختص بلون معين. الألوان تستجدي بالفئات. أستاذي الكريم يعني أنت مثلا تعرف هذا اللون يمكن أعمار الفئة تحت العشر سنوات يمكن تستقطبهم بهذا اللون فتركز عليه. لا في بعض الألحان الثقيلة اللي نسميها البطيئة هذه لا هذه في ناس مزاجهم يحبون الثقيل. نعم. هم ننطيهم حقهم. أنا أحاول قد ما أقدر قد ما أقدر أفرض شخصية جديدة بالساحة الحسينية ما تكون انعكاس لأحد ثاني. بالعكس في ناس تمتز تختص. طبعا في احترام وتقدير لرواد المنبر الموجودين الله يطول بأعمارهم كلهم إن شاء الله. آمين يا رب يحفظ جميع خدام الحسين. وما وصلنا اللي وصلنا إلى بدونهم يعني للأمانة. ولكن أنك أنت اليوم تتميز بلون ما يقول فلان أخذ هذا الطور أو هذا اللون من فلان، لا ده يقدم شيء جديد للساحة. بالتأكيد. أنت هني تثري الساحة تعطيها إثراء، هم تعطي تشجيع لباقي الشباب أن من الممكن أن أنت تطرح مدرسة جديدة أسلوب جديد ولاقي استحسان الشارع طالما كان الشيء محترم طالما بالتأكيد. كان في احترام طالما كان يعني ماكو في إشكالات. نعم. فأنت يعني ما عندك مشكلة كبيرة بس بالمنبر الموضوع مختلف كلية. إحنا حتى حسين قصيدتك اللي أنت جنوني جنون. بلي كان اللحن مو جديد كطور. إيه طور مو جديد صحيح. وحتى الأخيرة اللي المقاصير الأخيرة بالقصيدة كانت موجودة يا فاطمة قومي. أي طبعا طبعا. نعم. تراث هذا فلكلور هسنا فلكلور والطور مو جديد والطور. إيه شنو الميزة اللي خلت القصيدة تنتشر بهالقوة هذه؟ هذا إن شاء الله يوم القيامة بإذن الله نسأل فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أنا ما أعرف. لا أكو ميزة أنت خليتها. أنا خليتها. أنا قدمت أستاذ. التوفيق الإلهي ما نقدر نختلف عليه. أنا قدمتها. لا أكو ميزة ما افتهمتها أنا حقيقة أسألك عليها. أكو نكهة. يمكن الحضور. إيش؟ الحضور بالأداء يمكن. ممكن. هو حتى طريقة الأداء يعني أنا طبعا بالمناسبة أكو اليوم أكو يعني 20 أو 26 سؤال فقط للملة من غيرها. وما يقارب 26 سؤال إلك حتى إحنا حتى لا يأخذنا الحوار. لا هو نستفيد السؤال انطرح هواية انطرح هواية السؤال فعلا يعني مو أول مرة سمعه بس فعلا أنا عجزت يعني أنا أوقات أقول لا هذا الموضوع توفيق إلهي يقول لك طيب أكيد نعرف توفيق إلهي هذا شيء خاصين منه بس أكو أسباب ثانية. لا أكو يمكن تكون مو أنت 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 قبل شوية حكيت كلام جدا يعني معبر. أنت قلت أني يعني صار لي كذا سنة أشتغل بالاستوديو أقول لكم شو اللي بيشدني. يا ريت. ما في فراغات. أنا متعود على القصيدة الحسينية من سمعتها من أنا طفل إلى اليوم. في بين البيت والبيت بين لا بين جزء بين نص ونص نص وناس اكو فراغ. اي الملة بقصيدته ما خلى فراغ تداخل اكو عجيب. نعم. هذا الانسجام اللي بين هذا طبعا هذا يقع على عاتق الـ الملحن وعاتق المهندس الصوت والموزع. هاي الامكانيه. نعم.
انك تدخل هذا الصوت الدرجه الاولى، تدخل من كوبلي الى كوبلي اخر بهذا القرب، تحسس المشاهد بهذا القرب ودون تعب بالحنجره. انا اعرف بهذه الامور من خلال اطلاعي. هاي الميزه اللي اختلفت عن باقي القصائد، ما في فراغ، ما انطاني مجال انه اركز بين هذا الكوبلي والكوبلي الاخر. هذا سر النجاح، صار تداخل عجيب غريب نوعا ما ما سامع سابقا، وماكو اختلاف بالتون على تون واحد الحمد لله. والروحيه وحده من الكوبلي الاول الى، رغم ماكو مسافه على مود تطيل مجال انه يعيد مشاعره ويعيد التون اللي مستخدمه سابقا. لا لا، اكو تداخل بدون اختلاف. انا هاي اللي وصلتني، هذا سر النجاح اللي رزقت احنا هواي تناقشنا بهذه المواضيع. احنا نريد نسمع منك يا ملا، وانا ردت يا ريت لو يكون لو تكون القراءه من التراث البحريني. والله من البحراني انا ما حاضرني للامانه، بس ما نروح بعيد، التراث العراقي والبحراني كقدم دولة كنا نقول متشابكين حتى بالشكل للأمانة أستاذ الشيخ. نعم، الأشكال العراقية، الشكل العراقي صح، الكاريزما العراقية أشوفها قريبة جدا الكاريزما البحرانية. أي صحيح، مو هيك شيء صح. هاي يعني شوط الكربلائي فرق عن باقي دول الخليج. نعم، عندنا شوط كربلائي والطور اللي يعني لا يمل السائد بالمجتمع البحريني في كل مكان، الشوط الكربلائي يعني في كل مكان. نعم، يقول لك مجانينك يعرفوني، وهذا العشق مضموني، بجيفك يا بين داحي الباب رفيت رايتي الايمان. سلامتكم ان شاء الله. احسنت احسنت احسن الله عليك حبيبي. يسموه من البحر الطويل وكلمه ونص، هذا هو يعني مثل ما قلت لك، هذا هو الشوط طبعا. نعم، اوقات هذا مختصر، شوط مختصر، هو ممكن يكون اكثر اطول الابيات به، بس احنا تكون بطيئه يعني. اي لا، هو طبعا رتم الشوط يبلش ثقيل، كلش 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 ثقيل الى اخره، والختمه تختلف يعني لما توصل لحد ان حتى اللحن نوعا ما نعم يتغير مع السرعه. نعم، احسنت. قبل الختام حبيبي، احسن الله اليك حبيبي. نروح لشاعرنا المبدع ميثم فالح. استاذ ميثم، قالوا والعهد على القائل طبعا ان الشاعر ميثم فالح انشغل بالقصيده العاطفيه وترك القصيده الحسينيه. لا، ما انا سبق يعني قلت لك انه الشاعر محامي، وبطبيعه الحال المحامي تختلف قضايا من قضيه الى اخرى. نعم، ودائما الشيء اللي يكون يعني شديد الانتشار او الى وقع بالشارع هو اللي يجب وقته لكل حدث. شوف الشاعر والإعلامي يمكن نفس المنطلق بالطبع، يعني هذا يعالج مشكلة مهمة بالمجتمع، والإعلامي كذلك يعالج مشكلة مهمة. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيه. نعم، كل إنسان من مكانه هو مسؤول عن قضية، ما لازم يدافع عنها، لازم يوصل قضيته. فانشغالي بالقصيدة العاطفية والوجدانية أو الوطنية. نعم، فلوقتها مثلا أنا كنت في حرب شرسة مع داعش، فلازم أكون أنا حاضر بالمعركة. الشاعر لازم يكون القلم حاضر والفوهة أكيد حاضرة. أكيد الشاعر هو ماكينة إعلامية عملاقة في مقدمة المجاهدين، كان وما يزال منذ ثورة العشرين بالعصر بالدولة العراقية الحديثة، حل فرض الخامس قوموا له وإلى يومنا هذا. فلازم الشاعر يكون بمكانه الصحيح ويطلق قصيدته في الوقت الصحيح. حسنت.
عن قالوا بعد ما يكتب جديد. وغادر سروج الشعر وسيوفه، ما درون منترك العباس أموت. غصن شعري يورد على جروفه، هيج مرات الهوى يحني الشراع، وهام تترد للسما ملهوفة، وعلي وعلي منكتب على القمر كل صورة شوف كان عروسه للقمر مسفوف. وكون دمي ينكت الشريان حيل حيل، ومو السمع كون نبض الشوفة. هذا أبو فاضل ترسها الدنيا شوف، الشوف ما خلت عليه طفوف. ألف عام أفعالك محيرة الرجال، التنعرف والبعد ما معروف. عافية زلمة كم قرن ما عدى دين، الهسه ما تقبل الراية تعوف. الله الله، هذا أبو فاضل ترسها الدنيا شوف، الشوف ما خلت عليه طفوف. ألف عام أفعالك محيرة الرجال، التنعرف والبعد ما معروف. عافية زلمة كم قرن ما عدى دين، الهسه ما تقبل الراية تعوف. كان واقف وحده ويطوف جيش، هسه لا صارت جيوش الطوفة. طول عمرك تعرف تروف الجروح، إش عجب جرحك ما عرفت تروف. الحرب حوت وانت يونس من زمان، تعرف الطب وتصلب جوفة، هسه خصمك ينعذر لمن يخاف. اللي يحبك ليش نفس الخوف؟ الله عابس وجه الحرب. الله، الحرب حوت وانت يونس من زمان، تعرف الطب وتصلب جوفة، هسه خصمك ينعذر لمن يخاف. اللي يحبك ليش نفس الخوف؟ عابس وجه الحرب، وجهك تشوف تبتسم يا وجه كنت تشوفه، تشلب حروف الأسامع للسنين، وانت لا تشلب دهر بحروفه. الوفا راية وللسما يعلكها خيط، وانقطع من يوم قطع شفوفه. الاسم عباس حلال الشداد، الاسم عباس حلال الشداد، وين ما حلت الشدة وياها حل. اسم أبو حيدرة أو ما يقال في أذان الرافضة خير العمل. اللقب قطاع أنفاس الحروب، بشوفته يبين على الموت الخلل. اسم أمه من بعد خير النساء، قلب ما يطين أقول شوية قل. تعرف بين العرب أم البنين، الشرف لو شاف هيدنك خجل. جنس صناع الشوارب للرجال، مفصلة من الله علي كلمة فحل. المهنة خساف الأرض بالأدعياء، الكبرة وصح لاكت بنبرة هبل. الديانة كافر بملة يزيد، وآمن بدين النبي منذ الأزل. الولادة بقلب فاطم بترسول، سنة زينب بتعلب أنوار طل. حالته الزوجية طالق بالثلاث، قال للدنيا مثل ما أبو فعل. الأوصاف عيونه طولة ومحتواه، لون شعره وهامته لا والله بل، حتى لون النبرة وعطور الكلام، كفه درعه وهامته وسيفه اليسل. وحتى ما أريد أن أطول بالكلام، تقول حيدر وبعلي ثان انتقل. كان يسمعها القصيدة اللي تقول يا بشر وصف لحال أم البنين، يوم قلت لها القمر على القاع طاح، قال ماتت واقفة مو من حكيت. قبل ما قلها ترى العباس راح، قبل ما أحكي سكتت ما بيها روح. بس قلبها ما أدري حسيتها صاح، إيش صاح ما معلوم، لكن جبرائيل سد ذان المنظر اللي قبالي لاح. تخيلت كأن الرسول يزيح باب، ورا الباب يشوف فاطمة الجراح. تخيلت كل الوجع مسجون كان، وبهذيك اللحظة جطلاق الصراح. ماتت كم مرة وترد للحياة، وانت شوف الشافت بذاك الصباح. تعمى والصد للسما يرد لها شوف، أظن شافت بيرغ العباس لاح. تختنق حد ما وجهها يترسى موت، وترد تشتم عطر من عباس فاح. تورد تورد من الذكرى لولت لرضيع، وتذبل من الذكرى راسة على الرماح. قصة العباس ويا أم البنين أكبر من الحرب والحب والسلاح، أكبر من المعركة وقطع الشفوف، أعلى من دخان وأعلام ورياح. قبل لا يولد تعرف أم البنين، بالحلم متلاقي أنفاس الرواح. بآية تخفض لهم قل أم البنين، تقول لك العباس أخفض يا جناح. أظل لحظة مولده بوقت الأذان، من المؤذن نادى حي على الفلاح.
أول ملاقي إله ويمه قديم. سر إله مو سهل خاطر يباح، عيون عباس تدلم البنين، شوفها قبل السهم من عتها راح، قبل ما يوصل بشر ما بيها روح، هي والعباس توأم بالرواح. شلون ما يدرش على العباس صار، شلون ما تدرش على العباس صار، وهو كان يشوفها بكل الصفراح. والله والله هسه الكربلة من الطب عليه جا وقف بكربلة استعداد صح، مدري ليش بكل قباب كم صورة شوف المدري ياها من الدمع ما عتها عين، واقفة بباب المدينة التاني ناس صار مدري كم ألف من السنين، تشبه بوقفتها زهراء البتول نفس دمعة عينها ونفس الوني، مدري بيها كم ضلع متكسرات وحيدر موصيها بد لا تلتجين، من التوت لما وصل ناع الطفوف وتأكد الساعة هاي أم البنين، هاي أم أربع شنو أربع طفوف واحد من طفوفها ما عد عين، هاي أم كل الخيم أم كربلاء أم الجروح على شفاف الحسين، أم الرياق التتان الجربة طيف، مربية لمرب النهر ويعرف زين، مربية جربة على العطش وبلاية صوت خاف ينغث القمر من تشتكين، مربية راية وخيبر مدرستها بي وأمنتها بذمة العباس دين، انتخذ ما حاضرة بيوم الطفوف، ما حاضرة بيوم الطفوف، وإلها في كل ما جرى يرد الفخر، هي أول صورة بعيون الفرات الرسمة على عيونه من عين القمر، شلون يقدر يشرب العباس ماي وانت غصب صورتك حتى النهر، طبق الصورة وعصر من عتها ماي، ترس جربة وزاد من عتها البحر، طبعا الصورة إذا لم البنين شلون ما مطر القصيدة من الصور، بتفحول العرب ينسبها عقيل ومنه أعلم من عقيل بهالنسب، ذخر منها يريد حيدر للطفوف، جابت الموت التحزم بالغضب، جابت أول شف دهر مربي قطيع ولحت هسه يمر من يم الرعب، افرحوا قتال العرب بالكوفة مات، طلع بالطف ثاني قتال العرب، سود الله وجه عدوكم. أحسنت. أحسن الله عليك وموفق إن شاء الله حبيبي. الله يحفظك ولا الله يبارك يا أستاذ ميثم، قصيدة جميلة جدا ومؤثرة ومعبرة، خير دليل على ذلك بأنه حين سماع يعني هذه الأبيات الكبيرة الشجية يعني دموعك تنزل بدون أروح حيث لا تشعر يعني. أحبت المشاهدين بهذه الأبيات التي نظمها الشاعر الحبيب ميثم فالح، راح نروح لفاصل قصير ومن بعدها متواصلين معكم، خليكم معنا. يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية. رجعنا معكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير ومتواصلين بمجلس اليوم وحلقة اليوم، الحلقة طبعا المميزة المثمرة بحضور يعني الملا حسين الفيصل وكذلك الشاعر الحبيب ميثم فالح. راح نروح لملا حسين الفيصل. ملا حسين، ماذا عن الشعراء العراقيين؟ هل خذت تجربة مع الشعراء العراقيين وأنت تعلم أن لدينا ثلة مهمة ومميزة من الشعراء؟ بلي طبعا، للأمانة يعني أنا معظم الشعراء اللي أتعامل وياهم من العراق، نعم إذا مو كلهم يعني معظمهم، خلينا نقول نحكيها 99%. ما شاء الله. إي لأن تعرف يعني يمكن من الملاحظ أن الأجواء اللي والأطوار اللي أقدمها أقرب للشارع العراقي من الشارع البحراني. نعم. فأني فضلت أني ما أكون مشتت ما بين أطوار بحرانية وأطوار عراقية، أكون بخط واحد. إي وتكون اللغة العراقية مبسطة، ما تكون العراقية العراقية القح مثل ما يقولون اللي ما يعرفونها إلا غير أهل العراق. لا، لأن تعرف أكو مستمعين من لبنان، من البحرين، من الكويت، لازم توصل. فأنت تريد توصل أحسن، تريد توصل الأداء لأكبر شريحة ممكنة. فأنا لقيت أن اللهجة العراقية أشمل من اللهجة البحرانية كوصول. نعم. كوصول بحكم ممكن التعداد السكاني للعراق
والمغتربين العراقيين برات العراق. نعم. وهم اللغة العراقية مقبولة لدى كل الدول. لذلك أنا فضلت أن أنا أخذ هاي المنحنى. وطبعا صارت لي هواي مشاركات وتعاونات مع شعراء من العراق، يعني بعضهم معروف، أسماء مثل أبو حيدر، إيهاب المالكي، تحياتنا إلى أبو حيدر، أستاذ تحسين الخفاجي شطري، تأكيد، وأستاذ أحمد البغدادي، وهواي أسماء، يعني ما نريد يعني ننسى أسماء معينة، إيه يعني كلهم يعني، وأستاذ زهير الإبراهيمي، وهواي شباب. وطبعاً من البحرين اقتصرت بتعاملي مع الأستاذ خليل آل إسماعيل اللي هو كاتب قصيدة جنوني وقصتي، وركزت على خليل لأن روحية خليل هم صايرة ما بين البحراني والعراقي، فصاير مزيج. فالبحرينيين يحبون اللهجة القريبة ما إلهم وللعراق، والعراقيين هم نفس الشيء يحسونها مو غريبة عليهم، زين، فصارت لغة وسط. أنا بخاطري سؤال يعني من البارحة حضرت لك إياه ولازم أسئلة يعني حتى تفضل حبيبي. يعني طريقة الأداء لملا حسين الفيصل، تشوف حتى مخارج الحروف يعني بيها 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 نكهة، بيها تركيز واسع، يعني هذا الأداء وهذه المخارج يعني جت عن فراغ فطريا لو عن دراسة؟ لا والله، هي يعني هي هذه الشغلة الفضل من بعد الله عز وجل وفاطمة الزهراء سلام الله، يرجع للوالدة أم حسين، تحياتي الوالدة ملاية، وغير انها ملاية هم مدرسة لغة عربية، يعني لها شيء في العربية، لها يعني تشديد كبير بمخارج الحروف، وهاي فتحة وهاي كسرة وهاي ضمة، هذه الحياة صعبة، فهذه يعني لها تركيز، يعني نشأنا في كل شيء ما نقدر نلفظه على كيفنا، ماكو يعني كل كلمة تقولها اكو عليها تصحيح. فهذه الامور يعني حتى بعد ما اسجل تسمع هي، فيظل بالها يم الكلمات لغويا يعني شنو هاي قصد الشاعر، ليش هنا سويتها فتحه مو كسره هنا ضمه فاني بالتسجيل احاول قد ما اقدر يعني قد ما اقدر ان انطي الكلمه حقها معنى، وهذا حتى ولغةً. يسهل واحسن في النهايه قلت لك يعني الشريحه الكبيره اذا تحشي بلبنان، يمكن لبنان مو هوايه متعودين على اللغه العراقيه مثل ما متعودين عليها اهل الخليج، صح، فإذا الكلمة ما كانت كلش واضحة جدا تفوت عليهم ما يعرفونها، فأني أحاول قدر المستطاع أن الكلمة أنطيها حقها معنى ولغة. أحسنت، لتصل يعني موفق إن شاء الله. إحنا بعد ما سمعنا لهذه الإجابة القيمة أريد نسمع منك قصيدة من اختيارك إن شاء الله. عندني قصيدة روح الرباب، هي قصيدة كاتبها أستاذنا الكريم أبو حيدر إيهاب المالكي، تحياتي إلى أبو حيدر، تحكي عن مشاعر الرباب سلام الله عليها سلام الله. كزوجة وليست كأم. إحنا تعودنا على الرباب أم الرضيع، نعم، لكن المنظور اللي ممكن البعض ما شاهد تناول الموضوع من باب وباب آخر، الرباب هم زوجة يعني، نعم. وزوجة منو؟ الحسين، زوجة الحسين سلام الله عليه. تقول الرباب: روح الرباب انته وذا تبعد خذت روحي، يا حسين ودعك بالصبر لو ودعك بنوحي، روح الرباب انته وذا ترحل خذت روحي، يا حسين ودعك بالصبر لو ودعك بنوحي، فقدك صعب وارض الحرب تروى بدمع عيني، اخذ النظر واخذ العمر ما حاجة بسنيني، وادعتك وهل الدمع طيح الدمعتي تنسمي ثقيلة، تحكي وقريت بنبرتك قلبي لجمني غيبتك طويلة، عقبك ليل دمع ويل شوق بين نار وخيل.
سلام سنت. ما شاء الله سنت موفق ان شاء الله لكل خير يا ملا حسين. كذلك نروح للشاعر الحبيب ميثم فالح. استاذ ميثم، ماذا عن عمق القضيه الحسينيه التي يجسدها حاملو شعلتها من الخدام في قصائدهم؟ هل ما زالت حاضره في مجالسنا وعناويننا؟ الثقافه الحسينيه والادب الحسيني بصوره عامه شعله لا تنطفئ. نعم. تبقى الكلام يبقى على المبدع أو الموهوب اللي الله رزق الموهبة، سواء كان رادود مثل أستاذ حسين وجنابك، أو كان شاعر، أو كان فيلسوف، أو كان عالم، أو كان باحث، كل حسب اختصاصه، كل من حسب اختصاصه. تبقى مسألة صقل الموهبة من خلال القراءة والبحث والاطلاع وإلى ما شاكل ذلك من الأمور كي يستمر. نعم. البحث والدراسة والقراءة والتنقيب عن المواضيع الجديدة والمسائل الجديدة هي بمثابة حطب لنار البقاء، نار الثقافة. احنا يعني هو انا اريد اشوف يعني يعني عمق القصيدة، يعني اليوم القصيدة الحسينية جاي تسير بالمسار الصحيح لو اكو هفوات و يعني تعثرات خلينا نسميها. انا زلنا الذكرى وانا له لحافظون، المسيرة مستمرة بطريقة الصحيح. نسمع شيء من ميثم فالح. فارغ الطف، هاي القصيدة حصرية لقناتكم. شكرا. أول مرة تقرأ. شكرا جزيلا. فارغ الطف، نسمع الريشة تطيح. الله. وحد العباس واقف تارس من المدينة الكربلاء أسرع بليل، بضعن الحسين أبو فاضل حارس، وحدة خد الجيش حومر مدري ليش، وبعد العباس ما طب جايس. الله. لقب السطار هو بظهر أبوه، ماكو واحد على السطر ينافس. الخيل تشعر بالخطر ما تدنقاع، أثر شمت لأبو فاضل دايس. الله. مدري من يا خيبر العباس جاي، ومدري ياه القبل درعك لابس، مربي بعيونك ضلع شو تسوي بي، وبين رمشينك علي من حابس، شلون اذا كل الضلوع مكسرات، بالله فسرنا الاحساس الحاس، ليش تسكت وانت لك سطوه كلام، اطول لسان بعدوك خالص، يساعد الله الزهره اذا شوفه قطيع شفك الما ظل علي ما بايس، من كثر ما بي شرف راسك ثقيل الله، وفارغ من الشرف رمح اللامس، وينك ومثلك نهر شايل تخيل مغرق الدنيا ولهاتك يابس، منين لك هاي الأخوة تمشي بيك، ويا معلم منا طبعك دارس، بسيف تحكي بس حكي كلش كبير، تطبر وفرسان عنك خانس، الهسة من العلقم ونسمع ونين، ما أظن يجبر الضلع الرافس، اثنين هن يطيرن من القابلاك قبل راسه يطير طاير واس، وجهك يجنن ويرعب حيره، هاي تبتسم والحرب يمك عابسه، تبكي الكل كربله مشبحها خوف، الله شلون الله كل هذا التباعد قايس، اثنين هن يطيرن من القابلاك قبل راسه يطير طاير واس، وجهك يجنن ويرعب حيره، هاي تبتسم والحرب يمك عابسه، تبكي الكل كربله مشبحها خوف، شلون كل هذا التباعد قايس، رايتك ما تنتكس لان مو قماش، رايتك فكره وبقت ما ناقصه، خلصت 20 وانا اكتب عليك وخيط منك بالقلم ما جايس. سود الله وجه عدوكم. الله احسنت. احسنت. موفق. موفق لي كل خير. احسنت. طبعا خير ما نختم بهذه الحلقه وهذا المجلس هذه القصيده الموفقه للحبيب القريب ميثم فالح. موفق ان شاء الله بكل مسيرتك الشعريه بحق محمد ووالي محمد. كذلك الشكر موصول للاخ الحبيب القريب حسين الفيصل، اليوم طبعا شرفتنا ونورتنا وكحلت عيوننا، واوصل شكري هم لطاقم العمل والاساتذه الكرام
قناة الطليعة على الجهود فعلا المثمرة اللي دا تقدمونها في الله يبارك بيكم مجال القضية الحسينية، والله يديمكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. جزيل الشكر حبيبي لحضورك. حبة المشاهدين، هذا ما يسع به وقت البرنامج. نتمنى قد وفقنا في تقديم مجلس اليوم وحلقة اليوم، على أمل اللقاء في حلقات ومجالس قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه. يا محلى الوداع عيبها.